اكتر ماتش فاكره ليك ومش بتنساه، اكتر ماتش مش بتفتخر كده لما بتفتكره؟ هو يعني ايه، خلينا نقول 3 مباريات. اوكي اديني فرصه دي اقول 3 مباريات. طبعا اول مباراه هي بطوله 98 وماتش زامبيا، لان في ماتش زامبيا احمد ابني اتولد في نفس اليوم. يمكن انا خلصت المباراه وطلع مبسوط فبكلمهم قالوا لي مبروك انت احمد وصل، قلت الحمد لله. فكانت بالنسبه لي حدث سعيد من كل النواحي. طب انا ممكن اقول ان بطوله 98 دي اغلى لقب انت حققته، تقريبا يعني هي دي صح اغلى كده؟ حاجه بالنسبه لي. نكمل المباراه الثانيه. المباراه الثانيه كانت مع هانزا روستوك، المدرب بتاع فرقه كولن كان هو مدرب هانزا روستوك قبلها بسنه، وكان ده يعني ابويا، يعني كده زي ما بقول لحضرتك كده ان هو كان ابويا، كان يمكن بيزورني في البيت هو ومراته، وكانوا يجيبوا هدايا لاحمد، ويعني كان متعايش معايا تماما يعني. والمدرب بتاعنا كان ممكن يمشي بعد الماتش لو خسرنا، وكنت راجع بعد 3 شهور و21 يوم من الصليبي، واول ماتش ليا وقعد احتياطي، والنتيجه 0-0. ربنا كرمني في الماتش ده، نزلت ما بين الشوطين، في نص الشوط الثاني قدرت احرز هدف. ده من الماتشات برضو اللي يعني بعتز بها جدا. ثالث ماتش وهي بطوله السوبر مع النادي الاهلي ضد نادي الزمالك في الكليه الحربيه بضربات الجزاء مع مستر اوليفيرا. ده من الماتشات برضو اللي انا بعتز بها جدا، مع ان انا جايب فيه جونين او ثلاثه مع النادي الاهلي، لكن المباراه دي يمكن انا صحيح حطيت ضربه جزاء بس، لكن يعني عارف انت لما تبقى في الملعب وتاخد بطوله باسم النادي الاهلي، طبعا ده في حد ذاته يعني شرف كبير لاي حد.